السلام عليكم، مساء الخير يا هلا المتابعين. هذا نبات القفص الصدري أول مستيرة، وقبل فترة صورت لكم يوم يجي تعفن بالجذور وتعفن بالأوراق، يعني وضح التعفن بالأوراق قبل أني أشوف الجذور. شوف الجذور هذه متعفنة، شوف عريض من هنا، هنا سخيف، هذا مرة متعفن. شكله داخل، شوف لاحين في رطوبة، يعني شهر وأنا ما أعطيته ولا ماء ولا شيء. شوف في رطوبة، في تعفن، يعني هنا راح نعالج التعفن بالمبيد الفطري نحاسي، راح نعطي الجذور وأشجرة كاملة. راح نكبل التربة على الأرض، أوريكم طريقة التعفن من داخل الجذور. شوف الرطوبة هنا، وفي رطوبة والله مرة، كأني مسقيها قبل 4 أيام. فيها جذور، كمية جذور ما شاء الله، لكن راح أقطع الجذور وبقي جذور بسيطة القوية. لازم نسوي لها طريقة نخل عشان ننخل التربة عن الجذور. كذا شوف الجذور ما شاء الله، فيها تعفن، فيها جذور زينة. وهذه كمية الجذور اللي خليناه، ونبي بعد نقلص منه شوي، متعفن نبي نشيله. وهذه الجذور اللي تخلصنا منه، شوفوا ما شاء الله كثرة. هنا نبدأ نقص زي هذه عقلة كذا، هذه مع الجذرة زي كذا، شوفون هذه راح تطلع إن شاء الله من هنا. هذه مع جذور واجد ما شاء الله. كذا خلصنا، قلمنا الجذور متعفنا وخلينا الزينة، وخففنا بعد منه، يعني في شيء زين وقصنا. هذه العقلة الثانية قصة كذا، خلنا نقصهم كلهن بعدين عاد نشتغل. هذه كذا خلاص، هذه مع جذر واحد لكن متعفن، مشكلة. شوف التعفين من هنا بدابة، لكن ما عليه إن شاء الله، هذا من هنا ومن هنا وفوق سليم ما شاء الله. شوف هذا بعد يتفرع الجذر ما شاء الله. وهذا بعد ما قصصناه كله، شوف ما شاء الله طلعنا كم شجرة منه، 1 2 3 4 5 6 7 8 ما شاء الله من شجرة واحدة، الله يبارك. هذا مبيد فطري، ناخذ ملعقة على هذا 10 لتر تقريبا، نحط ملعقة شوي كذا، ملعقة ربع. نخلط بالماء، هنا نبدأ نحط الجذور القفص الصدري بالمبيد كذا، حتى نغسل الأوراق أفضل، نغسل كل الغصن والأوراق بالمبيد ونخليها ربع ساعة
نص ساعة اللي تبون. أهم شيء نتأكد أنها غاطسة صح. راح أرش الأوراق بالمبيد الفطري، وهذا مبيد فطري عبيته هنا وبرش الأوراق. أوراق والغصن كل شيء. نتأكد كل مكان جوا المبيد. هذه ورقة القفص اللي شوف ما شاء الله كثر شقوق، لكن خسرناه، انكسرت لا فترة مكسرة، لكن قصيتها. شوفوا كسرتها من هنا، هذه كسرتها، لكن الله يعوض إن شاء الله بالأطيب. لا تنسوا الاشتراك بالقناة واللايكات، حياكم الله. السلام عليكم. هنا بعد ما كملن تقريبا نص ساعة راح انقلهم هنا بالعلب هذه، يا قزاز يا بلاستيك، افضل قزاز. عبي نص، لا تقريبا نص، وراح احط الاشجار زي هذه. شوفوا جذع صغير، لكن ان شاء الله تاخذ العلبة. نكمل معكم هذه بعد، نحطها هنا يعني زي هذه انكسرت، ما راح نحطها، راح نقصها من هنا ونزرع بس هذه، نتخلص من هذه. زي كذا خلاص، او نجبر من هنا بعد زين، نغطى بعد مبيد شوي خلاص. هذه كذا، ما هذه خلاص. هذه منكسرة من هنا، شوفونا انكسرت من هنا، بس خليتها لأن يمكن إن شاء الله تطلع ورقة من هنا. هذه بداية منبة الورقة. وكذا خلصنا من تعقيل القفص الصدري. راح إن شاء الله أول ما تبدأ الجذور تشتغل تكبر، يعني شهر ونص شهرين على حسب، راح إن شاء الله نقلها من الماء للتربة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة، حياكم الله.